تعرف ان في امور لو انت دخلتها في منزلك باذن الله هتلاقي منزلك كله بقى فيه خير ورزق وبركة، وباذن الله المنزل بتاعك ده مش هينقطع عنه المال نهائي، وهتلاقي كل شخص في المنزل سبحان الله ربنا منن عليه بالرزق والخير والمال، وباذن الله منزلك مش هيواجه فقر ولا ضائقة مالية ابدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه دايما يا رب. فيديو النهارده ان شاء الله انا هكلمكم على امور معينه باذن الله لو انت دخلتها في منزلك ابشر باذن الله بالرزق والخير والتيسير في كل امورك ان شاء الله. طبعا الكلام ده انا مش جايبه من عندي، ولكن انا جايبه بعد بحث وبعد دراسه، وانا عايز اقول لك كلك الامور دي لو انت دخلتها منزلك هيجي لك رزق. فزي ما قلت لك الامر ده بناء على دراسه. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه، وهو ان هناك نوعين من المنازل زي ما قلت لكم قبل كده. النوع الاول هو المنزل الذي يخلو من البركه والذي يخلو من الفرحه والسعاده، او قد يخلو، يعني بعض المنازل بيبقى فيها فرحه وسعاده بس يعني قاربت ان هي تخلو من السعاده والفرحه نظرا لكثره الذنوب والمعاصي او نظرا للنزعات او نظرا لعدم الاخذ بالاسباب. وفي هناك منازل تانية بقى بتلاقي ربنا مبارك فيها، بتلاقي سبحان الله الناس كانوا فقراء ومعهمش فلوس وبيواجهوا مشاكل وضائقة مالية، فجأة تلاقي ربنا من عليهم وفتحها عليهم بشكل لا تتخيله. تلاقي شخص كان مش لاقي ومش لاقي يا دوبك يقضي احتياجات نفسه، فجأة تلاقيه شخص بقى معاه فلوس واموال وبيتصدق وربنا من عليه. شاب معدم مش لاقي يتزوج، فجأة تلاقيه تزوج وبقى معاه فلوس وربنا رزقه ومن عليه. طب ايه عبد الله اللي بيخلي المنازل دي يبقى فيها الخير والرزق والبركة؟ انا هبدأ لكم بإذن الله في ذكر الامور اللي لو دخلتوها في منزلكم ان شاء الله ابشروا بالخير والرزق والتيسير في كل جوانب حياتكم ان شاء الله لو دخلتوها في منزلكم. بس قبل ما ابدا في ذكر الامور ذكر التفاصيل بتاعه الامور وكده، اتمنى لو انت جديد في القناه تشرفني وتشترك في القناه، انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا جماعه نبدا ونسمي الله في ذكر الامور. اول امر بفضل الله عز وجل لو انت دخلته في منزلك ابشر بما يسرك ان شاء الله، هي اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح والمساء يا جماعه من الامور اللي بتدي لك ثلاث حاجات، انا قدرت اجمع لكم فوائدها في ثلاث حاجات: الحمايه والبركه والعنايه. الحمايه يعني لو انت عايز تبقى محمي من اي مشكله تواجهك او اي ازمه تواجهك او اي ضائقه ماليه تواجهك، عايز يومك تبقى فيه محمي، تبقى عليك كده هاله زي الحمايه. الحمايه اللي بتحميك من اي مشكله، بتحميك من اي عدو، بتحميك من اي شخص يفكر ان هو يأذيك، بتحميك حتى من نفسك، يعني القرارات الخطأ اللي بتاخدها. ما هو انت نفسك ممكن تبقى عدوتك، اما بتاخد انت قرارات خطأ، القرارات الخطأ اللي انت بتاخدها دي من نفسك انت. فلو عايز تحمي نفسك او تبقى محمي، حتى محمي من الاصابات الروحانية زي السحر زي المس زي الحسد، لو انت عايز الحماية الشاملة فانت تقرأ اذكار الصباح والمساء. وكذلك البركة، لو انت عايز يومك يبقى مليء بالبركة، مليء بالخير، مليء بالرزق، بتشتغل وبتعمل في التجارة ونفسك ربنا يوفقك ويكرمك، فعليك بأذكار الصباح والمساء. تالت حاجة زي ما قلت لك العناية. تخيل لما انت تمشي في أي موقف أو أي أمر أو أي حاجة وانت عندك يقين ومعتقد إن انت مش ماشي بمفردك، ولكن مستمد قوتك من الله عز وجل. اللي بيعطيك القوة واللي مانحك كل شيء هو الله عز وجل. العناية ان انت ماشي بعناية الله عز وجل، لان انت خلي بالك لو قرأت اذكار الصباح والمساء انت بإذن الله تبقى في حفظ الله عز وجل. بإذن الله مش هتخط خطوة وتبقى خطأ، او مش هتاخد قرار ويبقى خطأ، مش هتروح في اي مكان او اي حاجة مش هترجع منه غير مجبور الخاطر، مش هتشتغل في اي وظيفة او اي شيء بإذن الله هتلاقي ربنا موفقك في الشيء او الامر ده. فبالتالي يا جماعة عليكم بأذكار الصباح والمساء. وانصحكم نصيحة اخ ان انتوا تنصحوا اي حد في منزلكم ان هو يقرا اذكار الصباح والمساء. الامر ده على الرغم ان هو يبدو ان هو بسيط الا ان نتائجه مذهله على حياتكم. فبالتالي ده اول امر باذن الله لو دخلته في منزلك ابشر باذن الله بالخير والرزق والتيسير باذن الله. وزي ما قلت لكم الثلاث امور ان شاء الله هما الحمايه والبركه والعنايه. اما تاني امر، والامر ده انا عايز اقول لك ان ده عن تجربه شخصيه وعن تجارب ناس كتير، والامر ده لو انت عملته مش بس هيجي لك رزق او هتلاقي فيه زياده في المال وهتلاقي فيه مضاعفه في اموالك، ولكن باذن الله مش هتواجه بلاء الا وهتلاقي سبحان الله الله عز وجل دفع عنك هذا البلاء. مش هتواجه مشكله الا وهتلاقي الله عز وجل حماك وعانك ونصرك على هذه المشكله. طب ايه هو الامر ده يا عبد الله اللي لو عملته حياتها تتغير واموالها تتضاعف وهيدفع عني البلاء؟
الامر ده يا جماعه هو الصدقه. الناس هتيجي تقول لي يا عم احنا لاقيين معانا فلوس عشان نتصدق، هقول لك ان انت لو انت عملت اللي انا هقوله لك ده والامر اللي انا هقوله لك ده، بص نتائجه في اول شهر، يعني اول شهر هتعمل الامر اللي انا هقوله لك ده، بص على النتيجه بعدها، يعني بص على نتائج الامر اللي انت هتعمله في اول شهر. النتيجه يا جماعه بجد مذهله، نتيجه هتدهشك، هتخلي عقلك كده يفكر معقول الامر ده. هقول لك باذن الله نتائجه مذهله حرفيا. امر يا جماعه زي ما قلت لكم هو الصدقه، الصدقه بتدفع البلاء. طب هل الكلام ده انت جايبه من عندك يا عبد الله ولا جايبه منين؟ هناك بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتحثنا على الصدقه، وبرضه كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ان الله امر يحيى بن زكريا ببعض الكلمات، وكان من ضمن هذه الكلمات هي الصدقه. والامام ابن القيم كان بيتكلم عن الصدقه وكان بيقول ايه بقى؟ ركزوا معايا، الامام ابن القيم بيقول عن الصدقه: فان للصدقه تاثيرا عجيبا في دفع انواع البلاء ولو كانت من فاجر او ظالم، يعني من فاجر او ظالم، هذا معلوم عند اهل الارض عامه لانه مجرب. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الصدقه بتدفع البلاء حتى من الشخص الظالم او الشخص اللي بيعمل بعض الذنوب. يعني تخيل ان انت لو في شخص بيفعل بعض الذنوب او بعض المعاصي او بيعمل امور سيئه وتصدق، من الممكن ان الله عز وجل يدفع عنه البلاء ويدفع عنه اي ازمه بيواجهها بسبب الصدقه اللي هو بيتصدق بيها دي. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ورد عنه حديث انه كان يقول: باكروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها، يعني مفيش بلاء مع الصدقه. طيب انا مش بكلمك عن الصدقه اللي هو حضرتك تنزل بكره تطلع فلوس كده لله وكده، انا بكلمك على الصدقه كعاده. طب يعني ايه يا عبد الله الكلام الفلسفي اللي انت بتقوله؟ يعني ايه الصدقه كعاده؟ الصدقه كعاده يعني بص، فقير غني معدم مش لاقي معاك فلوس كتير، كله هينطبق عليه الامر ده. اي فلوس تجيلك ركز معايا في الكلام ده، والله العظيم هيغير حياتك، حياتك هتتغير بالكامل بسبب الكلام ده. انت شفت فيديو زي كده واحد بيقولك الكلام ده، ممكن بعد 10 سنين 20 سنه ما تشوفش حد تاني يقولك الكلام ده. الصدقه كعاده، يعني ايه يا عبد الله الصدقه كعاده؟ يعني مثلا انت بيجيلك في الشهر مثلا 2000 دينار او 2000 جنيه او 2000 اي حاجه، اي عمله بيجيلك 2000، طلع من ال 2000 دول 5% لربنا. يعني ايه 5% لربنا؟ يعني 5% انت جالك ال 2000 اقسمهم 5% من 2000 يبقوا كام؟ يبقوا 100. يبقى من 2000 طلع 100، ال 100 دول طلعهم لله عز وجل. هتطلعهم لله عز وجل، تضعهم في مسجد، تضعهم تديهم لحد محتاج، تفرق بيهم مش عارف ايه، اعمل اي حاجه، اهم حاجه ال 5% دول انت مثبتهم دول لله عز وجل. 5% بتطلعها لله عز وجل كده صدقة، بتصدق على شخص، بتساعد شخص كده. الأمر ده في كل مبلغ يجيلك مهما كان كبير أو صغير، جالك 10 برضه 5%، جالك 1000 5%، جالك مليون 5%. أولاً أنت هتلاقي فلوسك بتزداد. يعني أتحداك لو عملت الأمر ده ولقيت نفسك فقير أو لقيت نفسك فلوسك نقصت، فلوسك هتزداد. يعني مع مرور الشهور باستمرارك على الأمر ده هتلاقي نفسك فلوسك بتتضاعف. ثانيا مش هتواجه اي مشكله في الرزق بتاعك، يعني مش هتواجه اي ضائقه ماليه. عشان كده تلاقي الناس يا جماعه اللي بيساعدوا الناس دايما بتلاقيهم دايما في زياده. ولا اتحدى تلاقي شخص بيساعد الناس كتير وتلاقيه بقى في ضائقه ماليه، مفيش الكلام ده، ما بيحصلش. فبالتالي لو انت خدت الامر ده كعاده، مش اللي هو تتصدق مره وتقول ما انا اتصدقت مره، لا، تاخدها كعاده ليك. اول حاجه اول ما الفلوس تجيلك او اول ما الراتب بتاعك يجيلك اول حاجه تعملها ايه؟ طلع 5% لله عز وجل، وشوف باذن الله حياتك بالكامل هتتغير ازاي، وشوف الزياده اللي هتحصل في الفلوس اللي معاك بشكل انت ذات نفسك هتندهش منه. اما ثالث امر لو دخلته في منزلك وخليته موجود في منزلك ووضعته وخليته قاعده في منزلك وفي بيتك، باذن الله هتلاقي حياتك مليئه بالسعاده والخير. امحو نهائيا يا جماعه الطاقه السلبيه من حياتك، هو بر الوالدين وصله الارحام. في حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ ده حديث صريح بيدل ان صلة الرحم متعلقة بالرزق. وايه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من سره ان يبسط الله له في رزقه، يعني اللي عايز ربنا يبسط له في رزقه، يوسع عليه، يخلي الرزق يجيله من حيث لا يحتسب، فليصل رحمه. يعني ايه؟ يعني يتواصل مع عائلته، يخلي علاقته مع عائلته كويسة. لو في حد من عيلته بعيد عنه، ركز معايا، لو في حد من عيلتك بعيد عنك بقالك كتير ما تواصلتش معاه، تواصل معاه حتى اسأل عليه. بر الوالدين، ان انت تبر والديك. والله يا جماعه انا ما شفت حد ناجح الا واساله عن نصيحه الا كان، يعني اغلب اللي شفتهم كان يقول لك
بر الوالدين، ارضي والديك. بر الوالدين انا عايز اقول لك ان هو بيجلب لك الخير والرزق في الدنيا، وبتشوف الاعاجيب، بتشوف الامور المذهله لو انت والديك راضيين عنك، وطبعا لو والدك ووالدك عايشين دي نعمه كبيره جدا وعظيمه جدا من عند ربنا. فبر الوالدين من الامور اللي ممكن تغير حياتك بالكامل، ان انت تصل رحمك وتبر والديك. بصوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له حديث عظيم جدا عن بر الوالدين، وكان يقول: حتى ان اهل البيت، يعني شوف اهل البيت، كونوا فجره، يعني اهل البيت بيكونوا بيعملوا ذنوب ومعاصي وكده، فتنمو اموالهم، يعني على الرغم ان هم بيعملوا بعض الذنوب كده تنمو اموالهم، ويقصر عددهم اذا تواصلوا، يعني لو بقوا ايد واحده وتواصلوا. فبالتالي شوف صله الرحم بتعمل في حياتك ايه، فبالتالي خليك على علاقه دايما كويسه مع عيلتك. وحتى لو انت تنازعت مع أخ مع اخيك، او في عندك مشكله، او في مشكله بينك وبين حد من عيلتك، حاول على الاقل ان انت تتواصل معاه وما يبقاش فيه مشكله. اما رابع واخر امر لو انت طبقته باذن الله حياتك بالكامل برضه هتتغير، وده هيبقى فيه زياده، ده عن تجربه معايا في الموضوع اللي انا قلته لك ده، لانه موضوع مهم جدا والله العظيم بيغير حياه ناس. لو انت دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه في نعمه، اي نعمه، يعني انت ممكن تشوف نفسك ان انت مش في نعمه، لكن انت في نعمه، معنى ان انت معاك موبايل وبتشوفني وقاعد امن، دي نعمة كبيرة جدا في ناس كتير مش لاقيها. لو انت في نعمة مهما كانت قليلة او كثيرة، خليك من القليل. يعني ايه خليني من القليل؟ هو ما شاء الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من العباد هم اللي بيشكروا الله عز وجل. فدايما عود نفسك وعود لسانك، وخلي بالك من كلمة عود، يعني خلي لسانك متعود. عود نفسك وعود لسانك على كثرة الحمد والشكر، ان انت تحمد الله عز وجل كثيرا وتشكر الله عز وجل كثيرا. لو انت عودت نفسك على نعمة الحمد ونعمة الشكر، هتشوف زيادة ومضاعفة. لو انت في مستوى معين من المعيشة في الطبقة المتوسطة، هتلاقي نفسك وصلت للطبقة الغنية. لو انت من الطبقة الفقيرة، هتلاقي نفسك عيلت للطبقة المتوسطة. هيحصل لك زيادة او انتقال من مرحلة لمرحلة، والامر ده زي ما قلت لك عن تجربتي انا. وانت ابحث في الشريعة وفي الدين، شوف فايدة الشكر والحمد عاملة ازاي، وهتجد ان الله عز وجل يحب العبد اللي بيشكره، يحب العبد اللي بيحمد الله عز وجل كثيرا. احمد ربنا كثير على اي نعمة، على نعمة الصحة، على نعمة البصر، على نعمة الحركة، على نعمة الجسد، على اي نعمة الله عز وجل بيرزقك اياها، احمد الله عز وجل كثيرا. انا بتذكر يا جماعة وانا في الكلية، اما كنت ببقى قاعد في غرفة وكان فيها تكييف وكده، كنت دايما والله العظيم يا جماعة بالفطرة كنت اقول ايه؟ الحمد لله رب على نعمة التكييف اللي انا موجود فيه، الحمد لله رب على نعمة ان انا قاعد بذاكر، الحمد لله على نعمة والدي اللي بيعينوني وبيساعدوني ان انا ابقى انجح وابقى ناجح وابقى شاطر وابقى متفوق، الحمد لله رب على نعمة ان انا بتعلم، ان انا بدرس، في ناس ما توفرت لهمش الفرصة دي. سبحان الله يا جماعة، ربنا بيوفقني، بطلع من الاوائل، بيحقق لي امور كثير جدا، امور كثيرة جدا. والله العظيم يا جماعه، تعويد اللسان على كثره الحمد من الامور اللي ممكن تبدي لك، او ممكن تبدو لك او تبان لك ان هي بسيطه. يعني حد يقول لي: يا عم عادي، ما احنا كلنا بنحمد. انا مش عايزك تاخد الموضوع كده، انا بقول لك تعويد، يعني تعود نفسك على طول، استمر على طول. والله العظيم يا جماعه، اللي هيكتب الاربع امور دول ويخلي منزله، يخليهم في اساس منزله، باذن الله حياته كلها تتغير، وهيشوف رزق وخير. هو ذات نفسه ما كانش يتوقع ان هو ممكن يحصل على الرزق او الخير ده. فبس كده يا حبايب قلبي، يكون الفيديو خلص. اتمنى تكون استفدتوا منه، ويا ريت لو استفدتوا منه ما تبخلوش عليه بلايك، ويا ريت لو عندك استفسار او عايز تكتب لي تعليق اكتب لي، وان شاء الله ارد عليك في الفيديو ده. على فكره يا جماعه، الفيديو ده اللي هيكتب لي تعليق ان شاء الله ارد عليه. بس كده يا حبايب قلبي، يكون الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.